طيب إذا كان في حالة طبية اسمها ضعف الشهية، هل في فرق بينها وبين رفض الطفل للأكل؟ طيب إيه أسباب ضعف الشهية؟ وإزاي نتغلب عليها؟ الأسئلة دي كلها سألناها للناس في الشارع وعلى صفحتنا على الفيسبوك. تعالوا نشوف الناس ردت على الأسئلة دي إزاي. أنا كأم ولادي الحمد لله كبروا وكده، أعتقد إن الأم هي اللي بتعلم الطفل، ودلوقتي إحنا كنا بنأكل الطفل من 4 شهور، دلوقتي كل الأطباء طبعاً منعوا الكلام ده، من 6 شهور بتبتدي تأكلي الطفل، لكن أنت اللي بتعوديه، وفي حاجات معينة ممنوع طبعاً نهائي، لأن الطفل ما بقاش يستحمل زي الأول، مش أكل البيت هتأكليه منه، لأ، الطفل هتبتدي معاه واحدة واحدة، بس أنت لو عودتيه هتبقى شهيته كويسة جداً. في أطفال بتبقى يعني شهيتها مفتوحة، وفي أطفال بتبقى لا. يعني أنا أولادي مثلاً كانوا هم 4، البنات كانوا لا ما بياكلوش خالص، يعني هو نقص الكالسيوم عشان لازم يتغذوا، يعني يشربوا لبن كتير، ياكلوا يعني فيتامينات، ياخدوا فيتامينات كتيرة. أيوة ممكن تكون نقص في فيتامين، بيبقى نقص برضك عند الطفل وكده. رفضه ده انت لو اكلتيه حاجات معينه زي السكريات مثلا هيتعود على الطعم ده، جيت اديتيله بعد كده اكل ما فيهوش سكر مش هياخده، لان هو اتعود على طعم معين. فالطفل من البدايه ممنوع السكريات، ممنوع حاجه فيها ملح، علشان لسه هو بيتعود ان هو يتعامل مع الطبيعه ومع التذوق واللسان والكلام ده، فممنوع السكريات خالص. كنت بعمل حاجات كتير، كنت مثلا اضرب لهم الاكل في الخلاط علشان يبلعوا بسرعة، أحط حاجة ساقعة جنبهم علشان يبلعوا، يعني هو الأم بتتصرف بقى.